السلام عليكم ورحمة الله. أزول في الأول، إدارة اليوتيوب تغلق نهائيا قناة وزارة الدفاع الوطني الجزائري على شبكة التواصل الاجتماعي يوتيوب. وعلاش؟ لأنه هذه القناة تبث الريبورتاجات اللي تديرهم في القناة التلفزية تاع العصابة، تبث هذه الريبورتاجات، ومؤخرا بثت ريبورتاج تتلاح فيه وتمس بشرف رجال أحرار، منهم شخصي أنا المتواضع مديري قطب الحملاوي جاي يتكلم علي أنا. أما بما أنها تمس في شرف الرجال تتغلق، وتغلقت، غلقتها إدارة يوتيوب. إدارة يوتيوب ما عندي فيها حتى ضلع نحط فيها القنوات ديولي، أحترم أخلاقية المهنة. لما أنعت العصابة بولاد الحرام، يعني هذا نعت ينطبق عليهم، ما هيش شتيمة وما هوش قذف، سمعت؟ وكلش بالدليل، كلش بالدليل.